أستاذ فارس، الدكتور عايز حضرتك في المكتب. سارة فيها حاجة؟ جرى لها حاجة؟ حضرتك هتدخله دلوقتي وهو هيقول لك. أنا ما حبيتش أخبي عليك، لأن دي حاجة لازم تتلحق وما ينفعش إن أنت ما تعرفش. أنا مش مصدق يعني. طب حضرتك متأكد؟ احنا لازم نكمل شوية فحوصات عشان نتأكد، لأن الفحوصات الأولية بتأكد إن في حاجة. يعني أنا للأسف